مشاهدين مساء الخير في حلقة جديدة من برنامج مساء العقل الحر. ضيفتنا لهذا اليوم رفضت التعريف عن نفسها. احنا بالعادة نقوم بتعريف الضيف التعريف العادي في البرنامج وبصناعة فاصل عن الضيف، لكن الدكتورة السوبر وومن في بعض الأصدقاء يصفها، المفكرة والكاتبة والدكتورة وفاء سلطان، رفضت التعريف بنفسها أكثر من هذا الكلمات البسيطة هذه. مساء الخير دكتورة. يسعد مساكن، أهلا عزيزي، أنا معكم. شكرا دكتورة، شكرا. دكتورة أنت رفضتي أن نعرف بك، وأنت أستاذتنا جميعا في القناة وأستاذة أغلب متابعينا في ويعني أصدقائنا المتابعين للقناة، ولكن يعني لابد من الإشادة بدورك. أنت نقطة مضيئة في عتمات الليل الشرق الأوسط. كل أصدقائنا وكل متابعينا من تلاميذك على الإطلاق. دكتورة، أعزائي المشاهدين، احنا برنامجنا هذا اليوم يحمل عنوان يتبرؤون من داعش ويدعون إلى القتل. احنا الاتصال بالدكتورة يبدو عم نعاني من صعوبة بعض الأحيان. كنترول، عندنا صعوبة بالاتصال بالدكتورة. طيب، إلى حين أن يتأمل الاتصال من جديد مع الدكتورة. عنوان الحلقة لهذا اليوم هو يتبرؤون من داعش ويدعون إلى القتل. عفوا، والدكتورة راح تقدم لنا، راح تحدثنا اليوم عن هل يوجد هل العلاقة ما بين الإسلام وما بين الحريات بشكل عام. دكتورة، هل الإسلام كديانة تمنح حرية العقيدة، تمنح حرية التعبير؟ أيوة أخي ممدوح، لأني الشق الأول من السؤال لم أستطع. طيب، بعيدة لحضرتك دكتورة. على كل حال ما مشكلة، تفضل. المهم نحكي بالنقطة الأكثر أهمية، ألا وهو الإسلام والتعاليم الإسلامية والمعاناة التي نعيشها اليوم بسبب تلك التعاليم. قبل أن أبدأ أحب أن ألقي التحية على جميع الأخوة المستمعين. أنا سعيد كتير بلقائكم معي اليوم. شكرا على الأهمية اللي بتعطوها لكتاباتي ولمقابلاتي، وصدقوني بدي إلكم شغلي، لولا تشجيعكم ما كنت بستمر، لأنه لازم تعرفوا أنه النفس البشرية دائما تواقة لأن يعترف أحد بجميلها ويقدر عطائها. وطبعا أنتم كقراء ما بتأثروا أبدا، الإنسان ما بيقدر يستمر بالعطاء إلا إذا أخذ، ومحبتكم وتقديركم هي أجمل ما أتطلع إليه. الأخ ممدوح طرح سؤال. أنا اسمي خلدون دكتورة، عفوا. تفضل أخي ممدوح. خلدون دكتورة، أنا آسف. آسف جدا خلدون. ولا يهمك. إحنا بس ملاحظة صغيرة فقط أقدمها للجمهور. الدكتورة في جانبها نعاني من بعض المشاكل التقنية، لذلك نأخذ منها صوت فقط لصعوبة حصولنا على صوت وصورة في لحظة واحدة. معاك دكتورة. تسألني عن الحريات الشخصية في الإسلام، تمام صح؟ تمام. لو كان في حريات شخصية في الإسلام لما استفحل الإسلام بشكله الحالي، لأنه دائما الحرية هي التي تهذب العقيدة، الحرية هي التي تجدد الفكر. لو كان في حرية ممنوحة للمفكرين في العالم الإسلامي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من كوارث. طبعا كلنا من خلفية إسلامية، وكلنا نتذكر التعاليم التي غسلت بها أدمغتنا في العشر سنوات الأولى من عمرنا. في حدا ما بيتذكر كيف تم قطع رأس كعب بن الأشرف؟
في حدا ما بيتذكر كيف فسخت أم قرفة بجملين لأنها قالت بيتين هجاء لمحمد؟ في أحد لا يتذكر كيف غرس أتباع محمد السيف في صدر عسماء بنت مروان وهي ترضع طفلها؟ تصوروا، هل أحد فيكم يستطيع أن يتصور حجم تلك الكارثة؟ وهي ترضع طفلها غرزوا السيف في صدرها وعادوا إلى محمد يكبرون، قالوا قطعنا أو قتلناها، فقال لا يتناطح بها عنزان. كلنا نتذكر هذه القصص التي تليت علينا ونحن في العشر سنوات الأولى من عمرنا. طبعا لا أحد بعد قراءة هذه القصص وأغرمنا فيها، لا أحد يستطيع أن يخرج عن نطاق ما فعلته أم قرفة أو كعب بن الأشرف أو عسماء بنت مروان. ولذلك الكوارث التي نعيشها اليوم هي ثمرة ذلك القمع، ثمرة وجود السيف على عنق المسلم منذ 1400 سنة. لا تغيير، لا يجب أن لا نحلم بأي تغيير إذا ما تجاوزنا الخوف، إذا ما تجاوزنا السيف الموضوع على عناقنا. لا قيمة للحياة بلا حرية، فلماذا تعيشون تلك الحياة وتقبلون أن لا تمارسوا حرياتكم؟ الإنسان وجد ليكون نفسه، لماذا تقبلون أن تعيشوا ولا تكونوا أنفسكم؟ تلك هي رسالتي إليكم. أنا وقت اللي بديت قبل 20 عام من الآن طرحت على نفسي السؤال، وكان من حقي أن أطرح هذا السؤال، كيف سأستطيع أن أواجه 1.5 بليون من المسلمين وأقول لهم وأقول أمام الملأ دينكم هو المشكلة؟ كانت الفكرة أكبر من أن أتصور قدرتي على القيام بها، ولكن كما يقال رحلة المليون تبدأ بخطوة واحدة، وها أنا قد خطوت أكثر من 1,000,000 خطوة، وها أنا أملك اليوم أكثر من 1,000,000 قارئ. أنا لا أختلف عنكم، كل امرأة في هذا الشرق المعذب هي وفاء سلطان، كل واحد فيكم بإمكاني أن يكون أكثر من وفاء سلطان. أنتم شباب، ما زلتم تملكون روح المثابرة، لذلك مسؤولياتكم اليوم أكبر بكثير من مسؤولياتي. أنتم تستطيعون أن تكونوا أنا لم أقبل أن يعرفوا من هي وفاء سلطان. هل تعرفون لماذا؟ لأنكم أنتم وفاء سلطان. أنا لا أستطيع أن أحتكر اسم وشخصية وفاء سلطان، لأن تلك الشخصية وهذا الاسم هو ملك كل شخص منكم. أنا لا أقبل أن تعرف وفاء سلطان، لأنكم أنتم وفاء سلطان وأنا أنتم. أنا أحملكم من على هذا المنبر مسؤولياتكم، وعليكم أن تواجهوا تلك المسؤوليات بشجاعة وجرأة. هل لديك سؤال آخر؟ دكتورة ممكن لو سمحتي لي، في يعني أنا الآن راح أكون دور المناظر لحضرتك، مش بالضرورة أكون متبني لهذه الفكرة، ولكني أعرض رأيي الخصوم ولا يهمك. هم بيقولون أحيانا بأن الإسلام كفل الحريات، وموجود آية في القرآن تقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما هو رد حضرتك على هذا الرأي، على هذا الطرح؟ طبعا هذا كلام لا أساس له. كلنا بنعرف أنه محمد وقت اللي هاجر، قبل أن يهاجر كان في مكة وهاجر إلى المدينة، كان ضعيفا، لم يكن لديه جيش، واعتمد على أسلوب المحاباة من أجل الوصول إلى غايته، وتلك الآيات كلها آيات مكية مسالمة، لأن ما كان عنده شوكي، ما كان عنده ضفر يحك به جلده كما يقال في العامية. فعندما هاجر إلى المدينة وبحد السيف استطاع أن ينشئ جيشا كبيرا، نزلت أو اخترع الآيات المدنية ونسخت. الكل يعرف قصة النسخ في الإسلام، تمام، في آية السيف، تمام، التي هي يجب أن يقاتل حتى كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلنا نعرف تلك القصة،
كلنا نعرف يحاولون أن يغطوا الشمس بكف أيديهم بكفوفهم، ما استطاعوا. الإسلام اليوم محاصر في زاوية ضيقة جدا جدا. الإسلام اليوم والمدافعون عن الإسلام يتبنون موقف الدفاع بعد 1400 سنة من موقع الهجوم، انتقلوا من موقع الهجوم لأن التكنولوجيا الحديثة قد حاصرتهم، قد حاصرت المسلمين وحاصرت الإسلام في زاوية ضيقة جدا. الآيات التي تحض على القطع وقطع الرقاب وقطع البنان، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، كلنا قد درسنا تلك الآيات وقد تشبعنا بها، ولا أحد يستطيع أن يخفيها اليوم. طالما نتجاوز حدود الخوف لا أحد يستطيع أن يقنعنا بأن الإسلام يكفل الحريات العامة. طيب. في آية كما في طيب. آية هون بتبجحوا فيها المسلمون كتير وبيستخدموها عند الأمريكان، بيقولوا لكم دينكم ولي ديني، يتجاهلون الشق الأول من الآية التي تقول يا أيها الكافرون لكم دينكم بعد أن تكفرني، بتقلي لك دينك ولي ديني، هل هذه حرية شخصية أن تنعتني أن تكفرني؟ تمام. دكتورة، ما رأيك بقول أن هناك إسلام وسطي؟ لا يوجد في 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 حتى ما نكون حديين، انا اعتقد انه في مسلمين وسطيين. تمام. ولكن لا يوجد اسلام وسطي. هؤلاء المسلمون الذين يدعون بانهم وسطيون، واعتقد انهم، عندي اصدقاء كثير مسلمين يعني ما بيقبلوا يدوسوا على نملة، لماذا؟ لانهم لا يعرفون الكثير عن الاسلام، هذا هو السبب. تمام. طيب دكتورة، في مؤسسات تدعي الوسطية، مؤسسات دينية كبيرة تدعي الوسطية، كمؤسسة الأزهر مثلا. الأزهر يدعي الوسطية على سبيل المثال. الادعاء شيء والبرهان شيء آخر. تمام. وقت اللي بتدعي شيء وأنت لا تستطيع أن تأتي بالبرهان، هذا الادعاء لا قيمة له. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تقول لي الأزهر أبشع مزرعة جرثومية ابتلت بها تلك المنطقة من العالم المسمى تجاوزا العالم العربي أو الإسلامي. طبعا لا أحد يستطيع أن ينكر أن السعودية كانت ولا زالت العقل المدبر لكل إرهاب إسلامي في العالم، ولكن لا شك أن الأزهر من حيث تدري السعودية والأزهر أو لا يدريان، الأزهر هو الأداة أكثر فعالية في نشر الفكر الإرهابي. كيف دكتورة؟ رح يسألوك كيف؟ هو الذي صدر الفكر التكفيري إلى جميع أنحاء العالم العربي. شيوخ الأزهر، كلنا نعرف شيوخ الأزهر من القرضاوي إلى الحويني إلى آخر والحبل على الجرار، كلنا نعرف الفتاوى التي يصدرها الأزهر. حتى عمر عبد الرحمن حتى الآن رفض أن يكفر داعش. تمام. ولذلك داعش بالدليل القاطع هي إسلامية، وهي الإسلام الأصولي، وهي الإسلام المحمدي. في هون نقطة. نعم. بحب أشير إلى، دائما في يعني من الناحية الفلسفية دائما يكون النقيض أكثر تواجدا وفعالية حيث يتواجد نقيضه. بحب اشرح ما قصد. نعم. باعتبار الأزهر هو المؤسسة الدينية الأكثر نشرا للفكر التكفيري، لا شك أن تربة مصر هي الأخصب لإنجاب النقيض، وأنتم ذلك النقيض. شكرا دكتور. الأزهر هو الذيفان، تعرف شو يعني الذيفان؟ هو السم، وأنتم الترياق. الترياق هي المادة المضادة للسموم. شرفتينا برأيك. الأزهر هو السم الذي سمم الفكر السائد في المنطقة على مدى 1400 عام، وأنتم الترياق الذي أنجبته التكنولوجيا الحديثة والذي طال انتظارنا له. طبعا كما قلت في البداية، بدونكم ليست وفاء سلطان شيئا، أنتم الجنود. أنت أستاذتنا بالعكس. شكرا لك. أنتم من يحلق بكلمتي. طبعا كل ما سمعت كلمة طيبة منكم أصب على الورق كلمة طيبة. إذن أنتم الروافد
التي تصب في نهري وفي نهر كل مفكر قادر على الكتابة وقادر على مواجهة الفكر الإسلامي التكفيري. بدي إياكم تتذكروا شيء واحد، لقد فشل آباؤنا وأجدادنا في صنع المستقبل الذي كنا نحلم به. نحن نعيش المستقبل الذي صنعه آباؤنا وأجدادنا لنا. لقد فشلوا لأنهم لم يمتلكوا الشجاعة والجرأة الكافية لمواجهة الفكر الإسلامي التكفيري الإرهابي. لذلك نحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة كبيرة ومقدسة، ألا وهي صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة. لذلك أحملكم المسؤولية، ولذلك أقول أن التربة في مصر صالحة جدا لوجود الترياق المضاد للذيفان الإسلامي. احنا شهادتك دكتورة شيء مشرف لنا ونعتز بيها جدا. احنا نحاول ان نكون صوت يصل الى جميع اخواننا في الشرق الاوسط بشكل عام، لنقول لهم اننا يعني احنا لن نختلف مع المسلمين كمسلمين وليسوا كاسلاميين طبعا، يعني كافراد، ولكن أن يأتي شخص من شيوخ الأزهر مثل محمود مهنا دكتورة، وأن يصدر كلمات على صحيفة رعناء، أستطيع أن أصف تلك الصحيفة بأنها صحيفة رعناء، كلمات لا تصدر من عقل إنسان حقيقي، ويقول بأنه يدعو إلى ضرب رقاب الملحدين مؤسسي قناة العقل الحر، باعتبارنا أن نحن نحاول هدم ضرورات الدين. طيب لماذا لا تدافع أنت عن ضرورات الدين كدفاع؟ هل الدفاع لديك بضرب رقاب المختلفين عنك على سبيل المثال، خصوصا أنت تمثل حسب الظاهر حسب ادعائك الشخصي بأنك تمثل الإسلام الوسطي الإسلام المعتدل؟ هم يدعون أنهم خرجوا محمد عبده، وهم يدعون أنهم خرجوا الكثير من العلماء الذين كانوا أو رجال الدين، لنقول أنا أتحفظ على كلمة علماء، الذين كانوا وسطيين حسب ادعائهم، ويأتي شيخ الأزهر ليوجه كلمته إلى أفرادنا إحنا بالقناة ويقول يدعو السيسي إلى ضرب رقاب هؤلاء. دكتورة رأيك بمثل هذه الكلمات التي تصدر من رجال هم مصنفين على أنهم قادة في الأزهر؟ أنت أشرت مسبقا أننا لسنا ضد المسلمين وإنما ضد الفكر التكفيري. تمام. طبعا نحن لسنا ضد هذا الشيخ، لأن هذا الشيخ هو ضحية للفكر الإسلامي. نحن واجبنا أن ننقذ الضحايا لا أن نكون ضد الضحية. طبعا هذا الشيخ قال اضرب رقاب الملحدين لأنه عنده قاعدة دينية إسلامية شرعية فقهية يستطيع أن يعتمد عليها، فالآية التي تطالب بضرب الرقاب أوضح من الشمس، ولا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى تفسير. ولذلك عندما يقولون هناك إسلام وسطي، ليس قلنا آتونا بالبرهان، ليس لديهم برهان. أما عندما يقول شيخ أزهري اضربوا رقاب الملحدين، هو يملك قاعدة فقهية يستطيع أن يستند إليها. لذلك هذا الشيخ هو ضحية لتلك التعاليم الإرهابية البربرية. ومهمتنا، شوف هلأ تذكرت، في هناك مثل أمريكي، في مثل أمريكي كتير بيجسد موقف هذا الشيخ ويجسد موقف الأزهر عموما. هناك مثل أمريكي يقول لسعة الحية تكون أكثر سمية وهي تحتضر، أي وهي تموت، لأن الحية عندما بتعرف حالها على وشك الموت تلفظ كل ذيفاناتها وسمومها. وهذا هو حال الأزهر اليوم وحال المؤسسات الإسلامية الدينية عموما. طبعا الفكر كما أشرت سابقا الإسلامي التكفيري محاصر اليوم في زاوية ضيقة جدا، هو كالحية التي تحتضر، ولذلك لابد أن يتقيأ كل سمومه وذيفاناته. ولذلك نحن اليوم نواجه خطورة كبيرة، نواجه أفاعي تحتضر، ولذلك يجب أن نتوقع أشد الفتاوى سمية أن تصدر عن الأزهر.
تمام دكتورة، تسمحي لي أقدر أخذ اتصال وأقطع حضرتك ب... ولا يهمك ولا يهمك. ناخذ اتصال معانا. ألو مرحبا. مرحبا، مين معي؟ أنا صوفيا من أمريكا. معانا صوفيا من أمريكا، أهلا صوفيا. مساء الخير خلدون، مساء الخير دكتورة وفاء. ميت مسا حبيبتي. أهلا. لو سمحتولي أنا عندي طلب وتعليق وسؤال. تفضلي. طيب، طلبي هو أن تسمح لي الدكتورة بتقبيل رأسها إن حدث والتقيت معها ذات يوم. عن جد دكتورة، كتاباتك وحواراتك لها أثر إيجابي كبير جدا في حياتي، أشكرك من صميم قلبي. أولا، أن تقبلي رأسي هذا شرف، كل ما أتمناه أن أستحقه. بالعكس، شرف إلي دكتورة، عن جد أنا كتير بحبك وأمنيتي ألتقي معك إن شاء الله يا رب. Anytime. بيتي مفتوح وقلبي أكبر من بيتي. الله يخليك يا رب. بالنسبة للتعليق، أردت أن أقول أن هناك شيخ اسمه محمد عبد الله نصر، وهو منسق جبهة أزهريون مع الدولة المدنية. وصف هذا الشيخ مؤسسة الأزهر بالإرهابية لأنها تدرس طلابها كتبا وصفها بالكارثية. على سبيل المثال دكتورة، هناك مادة تدرس في كتاب الحويني لطلاب الثالث ثانوي تقول بوجوب قتل تارك الصلاة وشويه وأكل لحمه دون اللجوء إلى الحاكم، وطالب هذا الشيخ المواطنين بعدم دفع الضرائب لمؤسسة الأزهر. فحختم تعليقي بسؤال إليك دكتورة، وهو أن مؤسسة الأزهر تهدر دم كل من يختلف معها، مو بس الملحدين. ففي نظرك، لماذا يخاف المؤمنون من الملحدين؟ هل الإنسان بطبيعته يخشى الإنسان الآخر المختلف عنه فكريا؟ وشكرا لكما. شكرا صوفيا، شكرا للمداخلة. شكرا كتير صوفيا على هالسؤال الحلو اللي فاجأتيني فيه. طبعا ليكي، بصورة عامة الإنسان لا يخشى من يختلف معه، أعتقد أنه يخشى من يجهله. عندما تعرف في حقيقة الآخر، مهما كانت تلك الحقيقة تختلف عنك، لا أعتقد، أعتقد في تلك اللحظة المعرفة هي التي تزيل الخوف. لذلك هؤلاء المؤمنون يخافون من الملحدين، لأنه بيعرفوا هشاشية الفكر الذي يؤمنون به، بيعرفوا أنه أول مسمار يدق في نعش الإسلام سينتهي الإسلام. في المفكر السوري نبيل فياض مرة قال عبارة رائعة جدا، إنه بمعنى كلما ازدادت هشاشية الفكرة كلما ازداد المدافعون عنها إرهابا. تمام. ولذلك هم يخافون من الملحدين، لأنهم يعرفون هشاشية الفكر الذي يؤمنون به. والحرية، مع أول نسمة حرية، طبعا هذه النسمة already هبت في العالم العربي، والإسلام يتساقط اليوم، قد يأخذ وقتا طويلا، قد يسبب الكثير من هدر الدماء. لا شك أن ما يجري في العالم العربي رغم أنه يحرق قلوبنا ويعذب أرواحنا، ولكن لابد من المرور بتلك الكوارث، لابد من المرور بتلك المصائب التي نشهدها، لأن عقلية تشكلت على مدى 1400 سنة ليس من السهولة أن نحاربها ونقضي عليها بين ليلة وضحاها، سيأخذ الأمر وقتا طويلا ونحن قادرون لمواجهته. شكرا لك حبيبتي، وإن شاء الله أتشرف بلقائك. شكرا صوفيا، وشكرا دكتورة للإجابة عليها. دكتورة، الأزهر في مصر يعتبر بشكل رسمي هو المؤسسة الدينية الرسمية للدولة، وحين يصدر كلام من قبل أحد شيوخ الأزهر بدعوة إلى قتل شخص آخر بدون استصدار حكم قضائي مدني رسمي من تلك الدولة، ماذا يمكن أن يصنف هذا الكلام؟ شوف، إياك أن تفكر بأن هناك فرق بين أي مؤسسة دينية إسلامية وبين المؤسسات الحكومية. إياك أن تظن بأن هناك فرقا بين الحاكم وبين الشيخ.
الحاكم والشيخ قلتها وأكرر القول هما فكا كماشي واحدة، بتعرف أنت الكماشي تمام. اللي بتلقط المسامير إلى فكين، الحاكم فك ورجل الدين فك آخر. عندما تقضي على أحد هذين الفكين تفقد الكماشي فعاليتها. لذلك الأزهر لا يستطيع أن يصدر أو يعلق أو يقول أي شيء إلا أخذ الضوء الأخضر من الدكتاتور. ما لم يأخذ الضوء الأخضر من الحكومة لا يمكن أن يقوم بأي تصريح. طيب هناك لذلك تصريحات. من الخطأ بمكان، من الخطأ بمكان أن نظن أن الدولة المصرية متمثلة في السيسي ومتمثلة في الحكومة ليست موافقة على ما يقوله الأزهر سواء في الخفية أو في العلانية. في العلانية الحكومة المصرية أعلنت طلبها من الأزهر بإيجاد خطاب ديني أو تجديد الخطاب الديني بتعبير آخر، وبعد عدة أسابيع من تجديد الخطاب الديني يحكم إعلامي كبير مثل الإعلاميين مثل إسلام بحيري يحكم بخمس سنوات سجن، ويحكم شاب عشريناتي كان يفضفض بكلمات على الفيسبوك بأنه يزدري الأديان وحكم بثلاث سنوات، اللي هو صديقنا كريم البنا. يا صحيح، هذا صحيح، هذا يؤكد ما قلته سابقا من أن الحاكم ورجل الدين هما فكا لكماشي واحدة. لا تصدق إطلاقا أن هناك خلافا بين الحاكم، أي حاكم في أي بلد عربي، وبين المؤسسات الدينية في ذلك البلد. ليش؟ لأنه الحاكم بيعرف أنه بسقوط رجل الدين سيسقط هو. تمام. الإسلام حافظ على وجوده، الإسلام رجل الدولة، الحاكم الدكتاتور هو الذي ضمن سلامة الإسلام واستفحاله بالشكل الذي نراه اليوم، ورجل الدين هو الذي ضمن استمرارية الدكتاتورية، هو الذي ضمن بقاء الكرسي للحاكم. كل واحد فيهم بيشتغل على مصلحة الآخر، ولذلك العلاقة بين الطرفين علاقة قوية جدا، ويجب أن تكون مهمتنا هي تلك العلاقة، هي الضرب على تلك العلاقة. أنا لا أصدق، مع احترامي للسيسي ومع احترامي لكل المصريين الذين صفقوا للسيسي، حتى الآن لم نرى أي شيء يعارض ما سبق وذكرته. تمام دكتورة، احنا في اذا رجعنا كم سنة الى الوراء سنجد ان علامة كبير من علماء الأزهر اللي هو او من رجال الأزهر، عفوا انا دائما اخطأ باستخدام كلمة علماء لاني لا اتفق على وصفهم علماء. لو أخي حتى لو نحن تركنا الإسلام ما زلنا مبرمجين على لغة تمام. هاي من الأخطاء الشائعة بألفاظنا. ففي رجل من رجالهم قال بأنه اللي هو محمد الغزالي اللي أفتى بكفر يعني رمز كبير من رموز مصر، رمز كبير من رموز القرن العشرين اللي هو الكبير فرج فودة، الدكتور فرج فودة، ولم يحتاج كثيرا هذا الرجل، فقط أنه صدر هذا الكلمات وتولى تنفيذ المهمة أناس بسطاء من الشارع لا يمكن وصفهم إلا بأنهم جملة من الأغبياء، راحوا قتلوا رجل صفحة من صفحات أحد كتيباته لا تساويها أعمارهم بأجمله، بكل يعني بكافة أعمارهم هم قتلوا على أساس كلمة صدرت من هذا الرجل الدين. فمحمود مهنا لما يصدر مثل هذه الكلمات ماذا ينتظر؟ يعني ألا يتوقع بأنه سيحدث مثل ما حدث مع فرج فودة؟ طبعا. شوف أنا في بداياتي هون الـ FBI كانوا يسألوني السؤال، هل صدرت فتوى رسمية بقتلك؟ قلت لهم طبعا، وأكدت على الموضوع. قالوا لي ما هي الفتوى؟ قلت لهم القرضاوي خرج من على منبر الجزيرة على الملأ، قال لهم ثبت الذات الإلهية. أليست هذه فتوى؟ طبعا. هل يشترط أن يقول القرضاوي دم وفاء سلطان محلل حتى يقتلوني؟ طبعا لا. خرج على منبر كمنبر الجزيرة وقال ثبت الذات الإلهية. وهذا يكفي وأنا أصريت وشرحت للـ FBI، قلت لهم بالتأكيد أعتبرها
وسألوا بعض المختصين بالشؤون الإسلامية فجاء الجواب بالإيجاب. قلت له أعتبرها فتوى رسمية صدرت من على أكبر منبر إعلامي في ذلك الوقت. تمام. طبعا لم تبقى الجزيرة منبرا إعلاميا وليست إلا منبرا مدجج بالكذب والنفاق. للأسف للأسف. احنا معانا اتصال شباب، معانا اتصال، نقدر ناخذ اتصال؟ فصل الاتصال. طيب جمهورنا الكريم، احنا الحلقة عادة ضيقة، فنرجوكم اذا بدنا نعمل اتصال يكون الاتصال مختصر قدر الامكان يعني مباشر، يعني لا ندخل بمقدمات للاتصال، نحاول الاستفادة من وقت الدكتورة بأقصى ما يمكن. نرجع للدكتورة من جديد. دكتورة، التصريح بقتل الآخر، أن يأتي رجل دين يصرح بقتل آخر، هم أحيانا لا يصنفونها على أنها فتاوى. هم يقولون مثلا محمود مهنا لما قال أنا كلمت السيسي، أنا لم أكلم العامة. yes. فكيف رح نوضحها لهذه؟ هاي المسؤولية تقع على الحاكم، تقع على الدولة، تقع على الحكومة. إذا أرادت الدولة أن تضع حدا لهؤلاء المجرمين تستطيع أن تفعل ذلك بين ليلة وضحاها، ولكن الحاكم خوفا على كرسيه ما زال متمسكا بجلباب رجل الدين. طبعا المسؤولية يجب علينا جميعنا أن نحملها للدولة والمؤسسات الحكومية. والسيسي قبل أي أزهري يتحمل مسؤولية تصريح ذلك المعتوه بضرب رقاب الملحدين. يجب أن تكون أرواحكم مسؤولية في عنق السيسي قبل أن تكون في عنق أي رجل دين آخر، لأن رجال الدين بصورة أو الإسلام بصورة عامة لا يقيم للحياة أي قيمة. الحياة مقدسة، والفكر الإسلامي فكر يكره الحياة لأنه يتطلع إلى الآخر بحجة أنه يتطلع إلى الآخرة. طبعا من لا يعيش حياة كريمة وحياة خلوقة بعمره ما راح يكون له آخرة. إذا كان الله موجود واللي ما موجود، لا يوجد في الإسلام قيمة للحياة، لا يوجد في الإسلام. لذلك الأمل الوحيد هو فيكم أنتم الشباب أن تضربوهم بيد من حديد، ما تخافوا منهم. كما قلت في بداياتي، رحلة المليون خطوة تبدأ بخطوة واحدة. لقد خطونا أكثر من مليون خطوة، لقد وصلنا إلى نصف الطريق. شوف، في مثل أمريكي بيقول لك عندما تحدد وتعترف بوجود المشكلة تكون قد قطعت نصف الطريق باتجاه حلها. تمام. نحن الآن عرفنا إنه المشكلة ليست في هؤلاء الشيوخ، المشكلة في التعاليم نفسها. لذلك يجب أكيد كلياتكم، أكيد كل المستمعين سمعتوا بالتفجير الذي وقع في مسجد شيعي في الكويت اليوم، راح ضحيته سمعت أنا 25 قتيل وأكثر من 300 جريح. اليوم شوف أخي خلدون، أنا عندي أصدقاء كويتيين طبعا سنة وشيعة، واليوم مررت مرور الكرام على صفحات الكثيرين منهم. كثير منهم كتبوا على صفحاتهم على الفيسبوك نحن كويتيون قبل أن نكون سنة وشيعة. طبعا هذا شيء جميل ويجب أن يشكروا على تلك المواقف، ولكن أحب أن أؤكد تلك المواقف لا تحل ولا تربط، لا تقدم ولا تؤثر، لا تغني عن جوع ولا تقي من حر أو برد. هذا الكلام كله بدي استخدم تعبير كتير بشع ويعذرني، ولكن اللغة هي وسيلة لإيصال الفكرة. في عنا مثل سوري العفو منك بيقول مثل الدراط على البلاط، وهذا الكلام نحن كويتيون قبل أن نكون شيعة هذا مثل الدراط على البلاط. أنت شيعي قبل أن تكون كويتي، أنت سني قبل أن تكون سني، كلاهما السنة والشيعة مسؤولون عما يحدث. هذا السني وهذا الشيعي عندما يربي طفله على التعاليم الإسلامية، طبعا هذا الطفل عندما يكبر سيضع تلك التعاليم قبل جنسيته، سيضع تلك التعاليم قبل وطنه.
هذا الكلام نحن كويتيون قبل أن نكون هذا كلام كله يعني ما تأخذني مثل ما بيقولوا إذا كلام فسد كلام سمكة فاضي. في محيط إذا فسد سمكة في محيط لا يقدم ولا هم يبيعون كلاما هم يبيعون مع العلم هم من خيرة الشباب المثقف في الكويت تمام. ولذلك من واجبهم أن يحاربوا هذه التعاليم التي تغسل أدمغة أطفالهم في المدارس. حان الوقت لاتخاذ خطوة باتجاه الأفضل. دكتورة نقدر نأخذ اتصال؟ تفضل. معانا اتصال. ألو. ألو أخ خلدون. أهلا وسهلا. أخ خلدون. مين معنا؟ كيف حالك؟ معك الأخ عبد العزيز من المغرب صديقك. كيف حالك؟ أهلا أهلا سيد عبد العزيز شو أخبارك؟ وصديقي أنا كمان. طبعا دكتورة شكرا جزيلا دكتورة كيف حالك؟ عبد العزيز أنا بخير طالما أنتم بخير. نحن بخير يا دكتورة وأحيي فيك كثيرا يا دكتورة جرأتك شجاعتك كلماتك فأنت مثل يحتذى به سيدتي لأنك تتكلمين بكل جرأة ولا تخشين أحد. لقد أصبت يا سيدتي في الصميم عندما وصفت وأطلقت هذا الوصف قلت الثعبان عندما يكون في آخر مراحله للوفاة يكون يضخ سمومه بكل ما يملك بسم وبتهور. مثلا الأزهر في السنة الماضية كفر جميع المغاربة لأنهم تأخروا بصيام يوم واحد عن السعودية ومصر أطلق التكفير بدون سبب في نفس الوقت نفى التكفير عن داعش التي تقطع رؤوس الأبرياء وهذا تهور. وبعد ذلك كما سمعت كفرنا جميعا وطالب بقطع رقابنا. أليس هذا تخبط وتهور؟ أليس هذا مثل حي للثعبان؟ أريد طبعا. أن أضيف نقطة أخرى باختصار عبد العزيز بدنا نستخدم وقت الدكتورة قدر الإمكان. أعرف سيدي بالنسبة لنقطة أخرى أنا زوجتي حامل في الشهر الثامن ذهبت إلى الدكتورة لأترجوها لكي ترخص لزوجتي للصيام لأنها عندها فقر الدم. قالت الدكتورة تستطيعين أن تصومين. الآن زوجتي تصوم لأنها لا تريد أن تعصي الله في نفس الوقت تسبب الهلك لنفسها وللجنين. وهي عندها فقر دم. هنا تكمن الكارثة سيدتي. تعاليمنا أو تعاليم هذا الدين هي التي تفسد كل ما في وجداننا. شكرا جزيلا يا هلا فيك يا هلا فيك مع السلامة. شرفت شكرا شرف لي أن يكون لنا صديق بمستوى عبد العزيز. شكرا لك. لقد أشار إلى نقطة هامة جدا وهي موضوع الصيام. طبعا المسلمون الذين يدعون بأنهم يصومون كذابون ومنافقون والأطباء الذين يدعون بأن للصيام فوائد صحية كذابون ومنافقون. المسلمون لا يصومون. المسلمون يستبدلون الليل بالنهار. من فوائد الصحية أن تتوقف أن لا تأكل في ساعات متأخرة من الليل. أنا شخصيا لا أكل بعد الساعة السابعة وفطوري يتم في الساعة التاسعة صباحا بمعنى أنني أصوم عمليا 14 ساعة. المسلمون ما بيصوموا أكثر من 14 ساعة والمشكلة أنه بيعكسوا الليل بالنهار. هم لا يصومون وإنما يعكسون. يصبح ليلهم نهارا ونهارهم ليل. تتوقف كل الفعاليات في كل مدينة إسلامية. بيكون الناس كلهم نيام أثناء رمضان والكل. وعندما يأتي وقت الفطور بيشتروا كميات هائلة من الطعام مما يؤدي إلى مشاكل صحية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كلنا بنعرف أنه الدماغ أنه عضلة الدماغ أو الدماغ عموما لا يستخدم الطاقة إلا المأخوذة من السكر. الدسم لا يستطيع أن يخترق الحجاب المحيط بالدماغ. فقط جزيء السكر هو الذي يخترق. ولذلك بعد ساعتين من تناول الوجبة يبدأ السكر بالانخفاض في الدم مما يؤثر على فعاليات الدماغ. وعندما تتأثر فعاليات الدماغ يتأثر الجسم كله لأن الجسم مربوط بفعاليات الدماغ. إذن الصيام ليس له أي فوائد صحية.
المسلمون لا يصومون، هذا كذب وخطأ، وإنما يستبدلون ليلهم بنهارهم. لذلك أقول هذه السيدة وهي حامل في شهرها الثامن وتصوم، هي تسيء إلى جنينها وتسيء إلى حالته الصحية. أشكر من أعماق قلبي الأخ عبد العزيز الذي أشار إلى تلك النقطة الهامة. أكيد دكتورة، في آخر ملاحظة، في بعض إذا جاز تعبير أن نصفهم أو هم يصفون أنفسهم بأنهم إسلاميين، إسلاميون تنويريون، مثل مدارس جديدة يعني خرجت، مثل إسلام بحيري، مثل مدرسة القرآنيين بشكل عام. هؤلاء يدعون أنهم حل بديل للعنف وللراديكالية تبع الأزهر وغير الأزهر. يعني احنا لسه ما احنا بس عم نحكي عن الأزهر، لسه ما ربطنا بالسلفيين، لسه ما دخلنا بموضوعات أخرى، يعني لسه احنا في أهون المراحل. فما ما ما قولك تجاه هؤلاء اللي يقولون هم شوف، علما بأنني لا أؤمن على الإطلاق بقدرتهم على تغيير أي شيء، لأنه حتى لو تخلينا عن الأحاديث ولو تخلينا عن السيرة النبوية ولو تخلينا عن كل شيء وتمسكنا بالقرآن كما يفعل هؤلاء سننتهي نفس النهاية. لا أؤمن بأن لديهم، أعيد وأكرر، أي قدرة لتغيير أي واقع، ولكن أقول ولكن يجب أن ندعمهم بكل الإمكانيات، لأنه خليهم يلعبوا الدور. إذا كانوا مصرين على أنهم بيغيروا الإسلام نحو الأفضل، خلينا نعطيهم فرصة، خلينا نعطيهم دعم. أنا أتفق معك. وعندما يحققون ذلك سنشد على أيديهم. تمام. سنعترف بدورهم. على الأقل سيعطونا فرصة للتعايش. Exactly. طبعاً طبعاً طبعاً. إذا ما بكفروني أنا كوفاء سلطان وبشرعوا قتلي، لا خلاف معهم. تمام. أنا لست ضد المسلمين ولست ضد الدين عموماً. يجب كملحدين يجب أن لا نقف ضد الدين. بعض الناس الدين بالنسبة لبعض الناس حاجة لا يستطيعون أن يتخلوا عنها. أنا شخصياً لست ضد الدين طالما يسمحون لي بأن لا أكون دينة، بأن لا ألتزم بحدود الدين. بالتأكيد بالتأكيد. طولنا عليك دكتورة اليوم. شكراً. وطولنا على مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا أستاذتنا الكبيرة، شكرا جزيلا لك ولكرم أخلاقك ولشهادتك الكريمة التي نعتز بها، ونأمل أنه في موعد آخر ممكن أن نلتقي بحضرتك في لقاء آخر. نتمنى ذلك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحضوركم، شكرا لمشاهداتكم، شكرا لمداخلاتكم جميعا، شكرا لدعمكم في الفترة الأخيرة. نحن نتلقى بعض الدعم من بعض الأصدقاء، هم يعلمون من هم، وأنا أوجه لهم شكري على الهواء مباشرة. على أمل اللقاء بكم في الجمعة المقبلة، وضيف كريم ومحترم آخر. دمتم بخير.